اهلا بكل الشباب اللي بيتابعونا النهارده في حلقه جديده من البرنامج. النهارده مع بعض هنتكلم ايه الانشطه اللي ممكن نعملها بجانب الدراسه. كل واحد فينا بيفكر ان انا اهم حاجه عندي ان انا اخلص دراستي، واهم حاجه عندي ان انا اخد شهاده اقدر اشتغل بيها بعد كده، بس سوق العمل بيتطلب حاجات كتيره جدا الى جانب الشهاده اللي انت هتاخدها. وفي كمان انشطه ممكن تكون حاجة خاصة بيك انت بتستمتع بيها حتى وان كانت بعيدة عن مجال الشغل اللي انت قررت تشتغله. النهاردة هنتعرف على صديقة جميلة من البنات اللي بتشتغل وفي نفس الوقت عندها من الأنشطة اللي تقدر انها تملى بيها وقتها وحياتها وكلها في إطار الاستفادة من وقتها بالكامل. هيكون معانا المهندسة مريم ماهر، مهندسة الكمبيوتر، وهتكلمنا عن البرمجة والكمبيوتر وحاجات وتفاصيل كثيرة جدا هتعرفوها بعد الفاصل. الكمبيوتر هو لغة العصر، ويقتضي فهم هذه اللغة تعلم أبجديتها، والبرمجة هي مبادئ تلك الأبجدية في التعامل مع الكمبيوتر، ويقصد بها مجموعة الأوامر الإلكترونية التي تمثل حلقة الوصل بين الإنسان والآلة التكنولوجية، حيث لا تعمل هذه الآلة بكفاءة إلا إذا فهمت أبجديات البرمجة بشكل دقيق، وأي خطأ غير مقصود قد يؤدي إلى فقدان التواصل بين الطرفين، وهو ما سنتعرف عليه تفصيلا في حلقة اليوم. مهندسة مريم ماهر، مهندسة الكمبيوتر، أهلا بيكي. إزاي حضرتك؟ إزيك؟ الحمد لله. أنا كنت عايزة أتكلم على قد ما في الدراسة الناس بتبقى الدرجات والمذاكرة والحاجات ديت بتبقى مهمة بالنسبة لنا أو بالنسبة لأي حد، بس دي لوحدها ما بتبقاش كفاية، أنت بتبقى محتاج تعمل أنشطة أو تعمل تطور نفسك أكتر أو تشتغل على نفسك أكتر عشان تبقى جاهز لسوق العمل. هي فعلا المذاكره والدراسه وكل الحاجات دي معلومات علميه انت محتاجها، مش بقولنا مش مهمه، بس انت محتاج تبقى عارف المعلومات العلميه والكلام اللي على الورق دوت هيبتدي تطبقه ازاي في سوق العمل او هتطبقه ازاي في الشغل. ده غير ان في شويه يعني مهارات عمليه بقى انت محتاج تكتسبها، فده مش هتكتسبه بان انت تذاكر ورقه وقلم وبس كده. ففي حاجات كتير او محتاج تشتغل على نفسك، لانك الحاجات ديت محتاج تكسبها قبل ما تتخرج، لانك لما تبقى متخرج واصلا اوريدي خلاص كسبت الحاجات ديت، فدوت هيخليك الناس عايزه تعينك اكتر او فرصتك في سوق العمل احسن. صح، لان كمان بقى في منافسه على الوظائف في اي مكان في اي شركه، بتلاقي ان كلهم عندهم نفس الشهاده، لكن بتفرق المهارات الخاصه والشخصيه واللي قدرت تكتسبه وتتعلمه على مدار وقتك الى جانب الدراسه. كان الاول يا مريم بنقول احنا ما عندناش وقت والدراسه واخده وقتنا وحاجات كتير، ولو ان دي طبعا حجج، لان احنا بنشوف ناس بتعمل كل حاجه، بطله في الرياضه وعندها موهبه فنيه وكمان بتذاكر وتطلع من الاوائل. يعني الموضوع كلمه للكسلانين بس، اللي هي الناس اللي شويه بتكسل فهي شايفه ان ما فيش وقت. دلوقتي بقى في وقت بجد لكل الناس. يعني كورونا جت خلت في وقت كبير جدا، ما فيش خروج، مفيش اصحاب، مفيش زيارات عائليه، مفيش، نقعد نعمل ايه بقى؟ دي حقيقه فعلا، هو حاجات كتير حتى من اللي كنا بنعملها قبل كده فقبل الكورونا، وممكن نقول نتحجج ان هي دلوقتي خلاص احنا قاعدين في البيت ومش عارفين نعملها، لا، حاجات ممكن نعملها واحنا قاعدين في البيت. يعني حاجه مثلا من الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغل على نفسنا فيها في وقت الدراسه، ان احنا نبتدي نشوف لو في شركه بتقدم تدريب في مجال الدراسه بتاعتنا، ان احنا نبتدي نشتغل معاها او نبتدي ناخد تدريب فيها، لان دوت بيعرفنا بقى سوق العمل عامل ازاي. يعني ممكن المعلومات اللي انت مش واخدها مثلا اللي انت واخدها في الكليه ما تبقاش اخر ابديت او ما تبقاش اخر حاجه موجوده في السوق، فانت بتبتدي بقى تدخل في شغل. صح. شوف الناس بقى ازاي، يعني الدنيا وصلت لايه، التكنولوجي اللي انت فيها دي واصله لايه، بتشوف بقى المعلومات دي بتطبق ازاي، لان انت كل دوت عمال تاخده دراسه مش عارف الكلام ده بيطبق ازاي. ده غير ان في شويه بروتوكولز وحاجات في الشغل انت ما تبقاش طبعا عارفها من خلال الكليه، بس لازم التدريب العملي. فبالظبط، دي بتفيدك جدا انك ما بتدخل في شركه دي، يعني تدخل في شركه وتبتدي تشتغل مع الناس. طب هو الناس بتقول طب ما انا دلوقتي قاعد في البيت هعمل ايه؟ لا، هو التدريبات ديت موجوده اونلاين. يعني هو اولا علشان انت تلاقي فرصه التدريب ديت الموضوع مش صعب، انت ادخل على اي موقع انترنت الموضوع مليان، مواقع كتير جدا جدا عليها الفرص ديت. واحنا فعلا اكتب ايه
اكتب ايه في السيرش؟ اكتب ايه علشان اوصل للتدريب اللي انا عايزاه؟ التدريب في مجال كذا، جوجل بقى يعني جوجل خدمنا بصراحه، هيجيب لي كل التدريب اللي في اي مكان. في كمان مواقع بتبقى مخصوصه ان هي بتعرض فرص الشغل، وبتبقى حاجات فور فري، يعني انت بتدخل بتعمل اكاونت وتبتدي تدور على فرص الشغل. انت حتى ممكن تقول للموقع ان انت كل ما تلاقي فرصه شغل في المكان الفلاني في المجال الفلاني ابعت لي ايميل قول لي ان في شغلانه كذا عشان اقدم فيها. فلا يعني موضوع موجود على كتير على النت، والنت احنا بنحس انا بحس ان احنا جيل محظوظ قوي يعني الاجيال القديمه طبعا. احنا معانا ريسورس او النت دوت يعني حاجه قيمه جدا، احنا نلاقي تدريب بسهوله من عن طريق الانترنت. ده غير ان كمان الكليه بتساعدنا ان احنا نلاقي تدريب، يعني كل دلوقتي معظم الكليات بتبتدي تعاقد مع شركات بره ان هي تاخد تعاون بينها وبين الاماكن المعنيه بنفس الدراسه بتاعتها. بالظبط يعني بتبتدي تتفق تتعاقد مع شركات ان هي تاخد مجموعه من الطلاب عندها تدربهم لفتره زمنيه معينه. في حتى الكليه يعني مش سايبانا اللي هو دوروا على الانترنت وتصرفوا، لا يعني الموضوع بيبقى فيه توجيه. بالظبط. طيب انا عايزه اعرف انت شخصيا دخولك للكلية، انت خريجة هندسة والتدريبات اللي انت شايفاها او المهارات اللي انت شايفة كانت ناقصاكي وقررتي ان انت تكتسبيها، عملتي ايه وكان تقسيم وقتك ازاي، وقررتي الصورة اللي تظهري بيها بعد كده في مجال شغلك تبقى ازاي؟ تمام. هو زي ما هما بيدوروا في الشغل ان انا ابقى حد مجتهد وعنده معلومات، هما بيدوروا ازاي انا عارفه اتعامل مثلا مع ناس في تيم مختلف. يعني هما بيدوروا ان انا يبقى عندي سكيل ان انا ابقى تيم بلاير. يعني ايه ابقى تيم بلاير؟ يعني اي مكان اتحط فيه اعرف اشتغل فيه واتاقلم مع الوضع. ده انا مش هعرف اكتسب مهاره زي دي وانا قاعده في البيت بذاكر. انا عايزه اقول لك ان في ناس اصلا بتشتغل في اماكن كتير وما عندهاش قدره على انها تبقى تيم بلاير. يعني من الاصل انها بتلاقي مشكله ان انا لا انا عايزه ابقى في المكان ده بس، او المكان ده مش قادره ادي فيه، او المكان ده صعب عليا مع ان هو نفس المجال اللي هي بتشتغل فيه. فده محتاج تدريب. بالظبط. اكيد طبعا، يعني الحاجات دي بتيجي مع الوقت، يعني محدش بيتولد عنده المهاره ديت. او اوكي يعني انا ممكن اتولد مثلا او يعني عندي اجتماعيه شويه، بس محتاجه اكتسب المهاره دي مع الوقت. فانا المهاره دي مش هكتسبها وانا قاعده بذاكر مش بعمل حاجه غير مذاكره، لا انا محتاجه انزل اشوف تدريب، اشوف الناس بتشتغل ازاي. حتى في الشغل بيبقى طبيعه الشغل نفسها مختلفه، الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها بتبقى مختلفه. فكل الحاجات دي انا مش هعرفها لو انا قاعده في البيت، انا محتاجه انزل اخد تدريب او اعمل نشاط معين. ده غير ان هو كمان لما ياخد تدريب زي كده هتبتدي تتعامل مع ناس من عقليات مختلفه او يعني بوزيشنز مختلفه، هتعامل مع من اتش ار، ممكن يبقوا ناس شغالين مش في نفس مجالي معايا في الشركه. فابتدي اعرف عقليات الناس ازاي اتعامل مع عقليه دي ومع عقليه ديت، ان انا مش هفضل بس محصوره ان انا ما بعرفش اتعامل غير مع مهندسين وما تطلعونيش بره كده. فلا ما دام انا اخدت ان انا اتعامل مع ناس مختلفه، لا هبتدي انا اكتسب المهاره دي مع الوقت. طيب انا كمان عايزه اسالك، انت كمهندسه كمبيوتر شايفه يعني ايه اللي تقدري تاخديه من مهارات عشان يكمل الصوره اللي انت عايزاها؟ يعني دايما بنقول للشباب اللي مالهمش علاقه بدراسه الكمبيوتر خد معلومات وكورسات وتدريب في الكمبيوتر عشان يساعدك وانت بتشتغل في اي مجال. انت متخصصه، فايه الفرق بين المهارات اللي انت هتاخديها ومهارات الشخص اللي مش دارس؟ هو اهم حاجه بس ان الواحد يبقى بيدرب بايده. يعني انا اوكي اخدت معلومات من على النت وذاكرت لوحدي، بس لا لازم ابقى مجربه بايديا. يعني فكره المذاكره بس او مذاكره البرمجه بس ماشي ممكن تبقى سهله، بس هي بتيجي اكتر مع ان انا اشتغل بايدي. فلو بيبقى مختلف في الناس اللي هي في الناس عن حد عن حد ان هو بيشتغل بايده اكتر. يعني انا سي لو جبت دلوقتي حتى مهندس خريج كمبيوتر وما كانش بيعمل اي حاجه غير ان هو بيذاكر ويدخل يمتحن، وحد لا يعني درس المجال دوت وابتدى يشتغل على نفسه وابتدى يشتغل بايده. يعني شغل البرمجه ده بالذات محتاج تدريب قوي ومحتاج تشتغل على نفسك عملي اكتر من نظري، فدوت بيخليني بقى افرق عن حد من حد. يعني فعلا الحاجه اللي انا محتاجاها في مجال البرمجه ان انا ابقى بشتغل عملي. طيب الشغل او المهارات المعينه اللي محتاجها الشخص العادي الشاب العادي اللي مش مهندس يتعلم ايه في الكمبيوتر عشان يبقى ملم بالمعلومات اللي تاهله لسوق العمل؟ هو حقيقي يعني اي حاجه دلوقتي موجوده على النت، هو بس محتاج يتعلم لغه برمجه عشان يبتدي برمجه. فهي اشرح لنا ايه هي لغه البرمجه. طيب هي لغه البرمجه، احنا الكمبيوتر انا لو عايزه اكتب له، هو هدف الكمبيوتر انه ينفذ برنامج. فالبرنامج دوت بكتب له شويه اوامر، علشان فالاوامر ديت لازم انا ابقى فاهماها وهو يفهمها.
فلغة البرمجة دي هي دي اللغة اللي احنا هنتواصل بيها ايه مع بعض. يعني انا هكتب له شوية اوامر دي هتبقى باللغة المعينة. وفي لغات برمجة كتير، انا ممكن اختار ابتدي بلغة برمجة سهلة، والموضوع بقى على النت كتير جدا، يعني مش محتاجة حد يقعد يعلمني او حاجة، لا ده هو انا لو فتحت النت وكتبت I want to learn programming in language مثلا C++، فهلاقي ريسورسز كتيره جدا. انا بس محتاجه ابتدي بس اخد فكره، اخد الاوامر بتتكتب ازاي، السنتكس بتاعها زي ما بيقولوا بيتكتب ازاي، يعني ابقى عارفه الكوماند شكله بيتكتب ازاي، الامر بيتكتب ازاي، لان انا ما ينفعش اكتب اي حاجه كده وخلاص، لازم اكتب بطريقه معينه. انا بس ببقى محتاجه اعرف في الاول شويه المعلومات النظري البسيطه دي، بعدين ابتدي بقى اشتغل على نفسي. انا هستفيد بيها ايه كشخص عادي مش متخصص في هندسه الكمبيوتر؟ هو اولا مجال الكمبيوتر او مجال حل، يعني مجال ان انا ابرمج او ابتدي اعمل برنامج، هو اولا في على النت، ان انا زي ما قلنا ان احنا ممكن نبتدي ناخد المعلومات ديت من على النت وابتدي اطبقها. طب انا هطبقها فين؟ انا هطبقها على النت برضو، في مواقع كتير موجوده على الانترنت دلوقتي اقدر افتحها، بيقدم لي مسائل او بيقدم لي مشكله، بيقول لي انا عندي المشكله الفلانيه مثلا، ويحكي لي في شكل قصه كده بتبقى حاجه ظريفه، يعني يقول لي انا عندي المشكله ديت، اعملي لي برنامج يحل المشكله دي. فانا ابتدي افكر في برنامج او افكر في حل المشكله ديت، افكر له في برنامج اكتبه له، هو يبتدي ياخد البرنامج بتاعي دوت يقيمه ويشوفه يعني يحقق المطلوب مني ولا لا. فدوت بينمي عندي مهاره اسمها مهاره البروبلم سولفنج. يعني ايه مهاره بروبلم سولفنج؟ يعني ان انا احل مشاكل ازاي. المهارة ديت عامة بتعتمد ان انا لما الاقي مشكلة حتى لو بعيد عن الكمبيوتر ازاي ان انا الاقي لها حل جنرال، يعني حل عام، ما يبقاش مثلا الحل اللي انا جايباه دوت او شغال مشغلاه دوت يشتغل على شوية مدخلات وما يدخلش على الباقي. يعني عايزة حل يرضي جميع الاطراف. بالظبط. يعني ما ينفعش اقولك انا هدخل لك رقم وتطلعي لي مثلا الاوتبوت دوت، لكن اقول لك معلش دخلي لي ارقام بوزيتيف بس او ارقام موجب بس، ما يشتغلش على الارقام السالب. فلا انا محتاجه حاجه جنرال تشتغل على كل حاجه، محتاجه حاجه افيشنت، يعني حاجه كفء. يعني ايه افيشنت او يعني ايه كفء؟ محتاجه حاجه انا عندي موارد طبعا، محتاجه حاجه ما تستغلش الموارد دي كتير او ما تستنزفش الموارد. ما تستهلكهاش وتستنزفها. بالظبط. يعني اول تستخدمها لكن تستنزفها لا. ما تستنزفهاش. بالظبط. يعني اول مورد احنا بنهتم بيه عند كل حد هو الوقت. انا محتاجه طبعًا. ان انا مش قدامي مشكله هقعد ساعتين افكر فيها ولا كذا يوم، لا انا محتاجه افكر فيها في حل قليل. لان انا قابلتني في مشكله في الشغل مش اقول لهم معلش سيبوني اسبوع كده افكر في حل المشكله، لا محتاجه احل المشكله ديت في وقت قليل. ده غير طبعا انا الوقت ثروه. بالظبط. يعني هو باختصار ان الوقت فعلا ثروه كبيره جدا. بالظبط. واهدار الوقت القليل بيخليك بعد كده تهدر وقت كتير، فتلاقي نفسك ان انت بتضيع وقتك كله. بالظبط. في عمرك كله. فانا عايزه اعرف اكتر منك طريقه حل المشكلات سواء من خلال البرمجه او من خلال الحياه العمليه. بعد الفاصل ناخد فاصل مع بعض ونرجع تاني مع المهندسه مريم. تاني مع مريم، وعايزين نعرف منك طريقه حل المشكلات بشكل علمي. هي ليها طريقه؟ يعني في طريقه تتدربي عليها فتعرفي ازاي تفكري في المشكله وابعادها وتنجزي حل بسرعه ليها في اسرع وقت ممكن، ولا عنصر السرعه مش مهم عندك، المهم ان انا اوصل لحاجه صائبه، يعني قرار صائب؟ لا، هو عنصر السرعه طبعا مهم، لان الوقت زي ما قلنا ان هو الوقت يعني حاجه قيمه وحاجه احنا ده الريسورس بتاعنا، هو ده الحاجه اللي احنا بنمتلكها فعلا. فلا لازم ابقى بفكر ان انا احل في وقت قليل، وكمان عايزه حل كويس وصائب. طيب، هي اول حاجه انا محتاجه اعملها ان انا افهم المشكله بتاعتي، لان انا ممكن لو ما قعدتش فهمت المشكله بتاعتي الاقي نفسي في الاخر بحل مشكله تانية. يعني ممكن يجي مثلا كاستمر جاي يطلب مني عنده مشكله وانا المفروض بحلها له، لو انا ما قعدتش معاه وفهمت ايه مشكلته وفهمت هو محتاج ايه، انا ممكن الاقي نفسي في الاخر لما خلاص قعدت افكر وعملت بقى كل الحاجات اللي انا محتاجه اعملها الاقي نفسي عامله حاجه هو مش محتاجها اصلا. فانا الاول محتاجه اعرف مشكلتي واعرف ايه المدخلات اللي عندي وايه الحاجات بقى اللي انا المفروض اخرجها. يعني لو اخذنا حبينا ندرس المجال دوت من موضوع الكمبيوتر، لو انا عندي دلوقتي مشكله في الكمبيوتر ومحتاج اكتب لها برنامج يحلها، انا محتاجه افهم ايه المدخلات اللي هتدخل لي، ومحتاجه افهم يعني المدخلات اللي هتدخل لي ديت
كتير هتبقى ارقام مثلا، هيدخل لي كلمات، افهم كل حاجه عن المشكله واعرف انا ايه الليمت بتاعي او ايه الحدود بتاعتي. يعني لو انا المشكله بتاعتي مثلا بيقول لي ما تستخدميش موارد اكتر من كذا، يعني احنا الموارد بتاعتنا مثلا في الكمبيوتر هو وقت الوقت اللي بيشتغل فيه البرنامج، ما اقعدش مشغله الكمبيوتر طول اليوم علشان يحل لي مشكله. وتاني مورد بالنسبه لي المساحه بتاعه الكمبيوتر او الميموري بتاعه الكمبيوتر، فما ينفعش اعمل برنامج بياخد لي 1 تيرا مثلا، يعني مش منطقي. فدي موارد انا محتاجه برضو ابقى احطها في دماغي واعرف ايه الليمتس بتاعتي، اعرف ايه الحدود بتاعتي. يعني انا محتاجه اعمل برنامج الليمتس بتاعته كده، ايه الحدود بتاعته كده، ما ينفعش اسرح مع نفسي وابتدي استخدم حاجات مش مسموح لي ان انا استخدمها. فدي فوق امكانياتك بالظبط. فدي يعني على طول حتى معروف عن المهندس ان هو محكوم قوي بموضوع الموارد دوت، يعني مش مهندس كمبيوتر بس، اي مهندس في اي مجال لا بيبقى محكوم قوي ان هو يستغل الموارد ديت وما يستنزفهاش زي ما حضرتك قلتي. فانا محتاجه بعد ما اعرف المشكله بتاعتي اعرف ايه الموارد اللي انا المفروض موجودة بالنسبة لي متاحة ان انا استخدمها. بعد كده محتاجة ابتدي افكر بطريقة منظمة زي ما قلنا، طريقة جنرال، لان ما ينفعش اعمل حل يعني ينطبق على شوية مدخلات وما ينطبقش على باقي المدخلات، ده مش هيبقى حل صحيح ساعتها. بس حل صعب ده؟ مش صعب، ما فيش حاجة صعبة لو انا دربت نفسي. يعني انا ممكن في الاول الموضوع بيبقى صعب، ممكن في الاول الموضوع ياخد وقت، ممكن في الاول ما اعرفش الحدود مثلا دي. يعني حتى في الحياة العامة في اولويات، يعني ممكن اختار حل يحل لي اول اولويه في المشكله انها لازم دي تتحل، وبعد كده تباعا بقى. تمام. مثلا ممكن توصلي حلول بالشكل ده. ازاي طبقتي ده في حياتك الخاصه، وايه المشكلات اللي في حياتك العمليه بعيدا عن الكمبيوتر وعرفتي تستغلي ده فيها؟ تمام. هو حتى احنا المهاره ديت لما الواحد بينميها، حتى هما بيقولوا ان المهندسين لما بيفكروا في حياتهم العمليه بيبقوا تفكيرهم شويه مختلف، لان السكيل ديت بتبقى عندهم شويه ممكن بتبقى اعلى، لانهم على طول في الـ في الـ في الكليه بيقابلوا مشاكل وبيحتاجوا بقى يبتدوا يحلوها بالطريقه ديت. وطبعا زي ما بيقولوا ان المخ عضله، كل ما تدربيها كل ما تبقى احسن. فانا كل ما اقابل مشكله ممكن في الاول ما حلهاش باحسن طريقه، بعد كده ابتدي حلها احسن، بعد كده ابتدي حلها احسن. فالموضوع بيبتدي يفرق في دماغي انا، يعني انا دماغي ابتدي لما تشوف مشكله لا عارفه ازاي تفكر بطريقه منظمه انها تحل المشكله دي. يعني انا حتى لما اشتغلت على نفسي في مجال بروبلم سولفنج، ان انا احل مسائل كتير واقابل مشاكل كتير علشان انمي المهاره ديت عندي، بقيت مثلا مشكله ملهاش اي علاقه مثلا بالكلام دوت، مشكله عندي في مشروع مثلا ما في الكليه، ممكن لو قعدت في الفتره اللي انا قعدت فيها اشتغل على المهاره ديت اجي مثلا احاول حل مشكله تانية، الاقي نفسي بحلها مثلا في مده قصيره بموارد قليله جدا، ما بقاش محتاجه اخد وقت كتير قوي افكر فيها. لو قعدت بقى فتره زي ما قلنا ده تمرين وتدريب للمخ، لو انا قعدت فتره مش بتدرب او مش بنمي المهاره ديت، مع الوقت هلاقي نفسي لما بنسى او يعني مخي ابتدى يقل التدريب بتاعه، فانا لما هقابل مشكله تانية بعيدا عن الموضوع دوت لا ممكن ابتدي الاقي نفسي باخد وقت اطول. وده عن تجربه عمليه، يعني الوقت اللي انا كنت بتدرب فيه قوي في المجال دوت لا كنت بلاقي نفسي فعلا حتى بعيدا عن البرمجه او الكلام دوت اي مشكله بتقابلني بتتحل في وقت اقل. فالموضوع بيفرق يعني مع الواحد. ده معناه ان انا هفضل اتدرب طول عمري؟ ليه لا؟ على المهارات دي ثوابت في حياتي ان انا افضل اتدرب عليها طول عمري؟ هو الواحد عشان يعني ما احنا ما فيش حد او ليميت انا هوصل له اقول لا انا خلاص كده بقيت بيرفكت ومش محتاجه اتعلم اكتر من كده. يعني احنا عايشين عشان نتعلم ونطور من نفسنا، فانا ما فيش نقطه اقدر اقف عندها واقول لا انا خلاص بقيت كده زي يعني كل. انت شايفه ان اتعلمت حاجه خلاص اشتغل بيها واخلي كمان في وقت في يومي بالزبط. للتدريب او اعاده التدريب في مجال معين انا اتدربت فيه قبل كده بالزبط. بحيث ان انا اعمل انتعاش كده لكل المهارات اللي عندي وازودها بالزبط. من وقت للتاني. غالبا الشغل بياخد وقت الناس، خصوصا الشباب اللي بيشتغل وقت طويل جدا ويبقى عندهم حاجات تانية في حياتهم، يعني بيجهزوا الحياه خاصه مثلا، بيعملوا حاجات خاصه بيهم كشباب. فبتلاقي ان قصه ان انا خلاص اشتغلت انا محتاجه اتدرب في ايه؟ لا هو الموضوع حتى لو انا اشتغلت الموضوع بيساعدك انت في الشغل. يعني انا لما انمي مهارات زي ديت هقعد مثلا لو انا قابلت مشكله في شغلي بدل ما كنت هقعد فيها يوم لا ممكن اقعد نص يوم. فهو حتى بيساعدك انك تلاقي وقت انك تدور نفسك في المهاره دي. فلا هو في وقت فعلا، ما فيش انا بحس ان حجه ان هو ما فيش وقت ديت. لا دلوقتي في وقت كمان كتير لان الخروجات قلت والتجمعات قلت والحاجات دي كلها بقت بضوابط.
نظرا للظروف اللي احنا فيها. فبالعكس انا حاسه ان الشباب بيعانوا من وقت فراغ. بالظبط بالظبط. والموضوع كمان بقى دلوقتي مش محتاج تنزل ولا تعمل اي مجهود ولا فلوس. لا خالص، انت مش محتاج غير ان هو نت بس. مش محتاج اكتر من نت، كل حاجه موجوده على نت فور فري. يعني عايز تتعلم المواد اللي انت محتاج تتعلمها او الحاجات اللي محتاج تتعلمها موجوده فور فري، اتعلمها عادي. عايز تحل وتتدرب في مواقع كتير جدا جدا بيبقى عليها مسائل، تبتدي تدخلها، تدخل تحلها، هو يقيم الحل بتاعك ببلاش، ما فيش اي يعني فلوس او حاجه محتاج تدفعها. بالظبط. ده غير ان هو كمان بعد كده لو انت لقيت نفسك شاطر في الموضوع دوت او عايز تنمي مهاراتك اكتر، بيبقى فيه مسابقات بيديك كم مساله وبيديك مثلا يقول لك معاك ساعتين، وبيبقى معاك ناس من حوالين العالم بيشتركوا في المسابقه ديت. حاجه عالميه. بتبقى حاجه على مستوى عالمي. بالظبط. يعني بتلاقي ناس معاك هنود وامريكان، ويعني بيبقى موضوع حلو، انت بتحس ان انت حتى عامل حاجه يعني. فتدخل مسابقات دي تبتدي تحل تطور المهارة دي، فهو في وقت وموضوع سهل مش محتاج مجهود يعني. صحيح. عامة هو طبعا الشباب المفروض يبقى فيه قدرة على استثمار الوقت بشكل جيد، واستثمار كل لحظة في الحياة بشكل يدينا يعني فرصة ان احنا نتعلم حاجة جديدة. ومش معنى كده ان انت تبعد عن الترفيه وتبعد عن اصحابك وتبعد عن الحاجات اللي انت بتحبها، بالعكس يعني معرفة الناس خبرة، وحتى الفسحة البسيطة اللي ممكن نتفسحها في أي مكان خبرة بمكان جديد، أو غير بقى شحن الطاقة اللي ممكن يخليك تقدر أن تكتسب المعلومات وتتعلم. مين أكتر مجال أو مين اللي بيشتغل في أكتر مجال أنت شايفاه وتقولي له لا أنت لازم تتعلم المهارات دي غير الهندسة؟ انا بحس ان اي حد ينفع يتعلم. اي حد؟ بالظبط. دكتور طبيب مثلا ينفع؟ انا يعني عايز اقول لك ان هم بيبتدوا مع الموضوع دوت مع الاطفال من سن 7 سنين يعني. في حضانات الاطفال بتعلم البرمجه وبتعلم حل المسائل وبتدخلهم مسابقات. يعني في ناس انا كنت مثلا ببقى داخله مسابقه، انا في كليه دلوقتي بلاقي ناس معايا لسه في مدارس بيدخلوا المسابقات دي، ودول طبعا بيبقوا ناس شغالين على نفسهم من زمان قوي. فاللي شغال على نفسه مثلا من سنه صغير سنه 7 سنين غير لما ابتدى يشتغل من سنه 20 سنة. انا زي ما قلنا دوت تدريب، يعني تدريب للمخ او تدريب للانسان. فكل ما اتدرب من سن اصغر كل ما هتطور وهبقى احسن. فاي حد اي سن يعني من سن 7 سنين يقدر يبتدي يشتغل في البرمجه. وانا اشجع اي حد معاه طفل يبتدي يشوف. لو ليه قولي لي ليه؟ لان زي ما قلت ما هو ده تدريب للمخ. فلو هو الطفل حابب الموضوع دوت وحابب يشتغل في مجال البرمجه هو يقدر يبتدي يشتغل في مجال البرمجه. في كتب للاطفال زي ما قلت في الموضوع دوت. فهو لو حابب الموضوع دوت وفعلا عايز يكمل فيه فهو احسن له يبتدي من بدري. يعني انا كان نفسي الاقي حد يقول لي من وانا صغيره لو كان في لو كان في بدري يعني. ممكن الجيل القديم ما كانش عنده لا ما كانش عارف الموضوع دوت، ما كانش فيه فرصه دي. بالظبط. وما كناش عارفين حتى كتب دي تجمعين، او مش عارفين حتى معلومه اللي هو لا تشتغل على طفلك من السن ده. انما المعلومه دي دلوقتي. طب لو هو مش هيشتغل في البرمجه تفيده في الدراسه؟ تفيده في الدراسه. ما احنا زي ما قلنا ان البرمجه هي انك تشوف مشكله وتحلها. فهو بينمي عندك اللي هي المهاره اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتاعت البروبلم سولفينج. فهو اي بقى مشكله هيشوفها حتى مش لازم برمجه، لا هيعرف يحلها بطريقه احسن. ده غير ان البرمجه قريبه جدا مثلا لمجال الماثيماتكس او الماس، فدوت هيساعده طبعا. طب الناس اللي ما بتحبش الحاجات دي تقعد ساكته خالص مش كده؟ ده طبعا تيجي تقعد جنبي هنا. ده مجال يعني مش بحكم على كله، لا لو اشتغل في المجال دوت وما فيش دي من ضمن المهارات المتاحه تعلمها. في طبعا يعني مهارات في الحياه كتير جدا، وفي يعني تعلم لحاجات كتير قوي في الحياة، علمية وأدبية، وفي بقى اللي حابب مثلا يكتب في حاجات تعليمي سيناريو على النت برضو كتابة السيناريو، وفي حاجات فنية، في تعليم لغات، في مليون حاجة. بس قرر انت عايز ايه وقرر انت بتحب ايه. حتى المهارات اللي فيها حرفة، تعليم النحت، الخياطة، أي حاجة برضو هنلاقي لها حاجات معينة نقدر نستفيد بيها. وبالتالي هي متاحة. احنا مش بس بنتكلم ان لازم تتعلم ده، احنا بندي على سبيل المثال وليس الحصر ان في نموذج حلو قوي وممكن انت تتعلم المهارة دي لو انت في مجال شغلك او حاببها او شايف انها تفيدك على المستوى الشخصي. مريم انت كانت حياتك عامله ازاي في الجامعه؟ كنت بتذاكري وتتدربي وتذاكري وتتدربي ولا ما لا. عشتي الحياه الجامعيه بكل تفاصيلها؟ لا يعني حقيقه لا، يعني انا كنت في الجامعه لا مش كنت بتدرب وبعيش، لا كان ليا حياه اجتماعيه وكانت ليا حياه
بتدرب فيها على مهارات مش علمية بس. أنا كنت من الناس اللي بتحب تدخل قوي نشاطات طلابية، وكنت بحسها مفيدة قوي، مش حتى من الناحية العلمية. أنت ممكن تدخل نشاط طلابي اجتماعية وإنسانية وعمل عام بالظبط. أنت كفاية أن أنت بتتعامل مع ناس من كليات مختلفة، يعني بتبتدي ناس بتفهم بتفكر إزاي، خبرات جديدة، بتبتدي تستفيد منهم لأن صحيح. مش كل حاجة عارفها أنت يعني. أنا مبسوطة أن قابلتك قوي يا مريم النهاردة، وديت لنا معلومات جميلة، ويا رب كل الشباب يتشجعوا ويبدأوا يقولوا مش هنكسل ومش هضيع وقتي ومش هنام كتير ومش هسهر زيادة عن اللازم، وخلينا نفكر بشكل عملي ايه المهارات الواجب اكتسابها. بشكرك جدا مهندسة مريم ماهر، مهندسة الكمبيوتر، نورتيني النهاردة، اشوفك دايما على خير. شكرا كمان ليكوا يا شباب، اشوفكوا على خير وحلقة جديدة من برنامج.